في حلقتي هذا الأسبوع من برنامجي هنا حمص، ماذا ومن وراء محاولات إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى حمص والقصير؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام يشهد الريف الشمالي لحمص حالة من التربص تغذيها إشاعات حول مفاوضات تجرى مع الروس بخصوص مستقبل المنطقة، ويزيد طينتها بلة ما يجري في الغوطة الشرقية من جرائم إبادة وتهجير، ما يضع فصائل الريف الشمالي لحمص بعد اليأس الكلي من التحركات السياسية أمام استحقاقات المرحلة ومتطلبات التحدي. وللحديث في هذا الشأن ينضم إلينا من مدينة الرستن مدير مكتب وكالة قاسيون بحمص السيد باسل عز الدين. أهلا بك أستاذ باسل معنا في هذه الحلقة. بداية، ثم تحديث هذه الأيام عن مفاوضات تجريها لجنة التفاوض عن الريف الشمالي لحمص مع الروس في ظل تهديدات، ما حقيقة هذا الأمر بداية؟ السلام عليكم. بداية شكرا لك أستاذ أحمد محمد على هذه المقابلة، وخصوصا في ما يعيشه حاليا الشعب السوري والثورة السورية. أما بما يخص موضوع المفاوضات، فهي التفاوض في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي هي المخولة الوحيدة في عملية التفاوض مع الجانب الروسي. وأي عملية تفاوض خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد ما حدث في الغوطة هو عار عن الصحة. لم يتم أي لقاء مع الجانب الروسي في عملية التفاوض حتى هذه اللحظة منذ الأحداث التي حدثت في الغوطة. النظام السوري وروسيا يحاولان الالتفاف على لجنة المفاوضات المعتمدة من قبل الفصائل العسكرية والتشكيلات المدنية في المنطقة. أهم سبب هو عدم قبولها التخلي عن عدة شروط، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين. طبعا هناك أطراف غير شرعية وغير مخولة بعملية التفاوض في ريف حمص وحما قامت بعملية التفاوض، وهذه الأطراف الغير الشرعية لم يتم الاعتراف بها، هي شخصيات غير اعتبارية، شخصيات متواجدة في أحضان النظام تدعي أنها هي الطرف الشرعي. نعم، هل تتوقعون أن بث الشائعات في مثل هذا الأمر الغرض منه يعني خلخلة الوضع الداخلي للريف الشمالي؟ الريف الشمالي كمثل أي مناطق محررة من يد النظام، هناك دائما إشاعات، هناك دائما طابور خامس، هناك دائما من يسعى للنيل من الثورة السورية. طبعا هذه الإشاعات كبداية أحدثت نوعا بسيطا من البلبلة، ولكن سرعان ما أهالي الريف الشمالي وقيام بعض النشطاء والفعاليات الثورية بتوضيح الأمر للأهالي أن هذه الشائعات هي عملية قيام الطابور الخامس كما ذكرت بخلخلة الوضع دائما في المناطق المحررة، لأن الأسد وأزلامه لا يستطيعون أساسا أن يقتربوا من هذه الأرض كون فيها ثوار حقيقيون. قرارهم بيدهم بالتفاوض عن طريق هي التفاوض الوحيد المخولة بذلك. نعم، يعني كما يقال سيد باسل، لا دخان بدون نار. اعتدنا أن نظام الأسد حينما يبث مثل هذه الإشاعات عن وجود تفاوض أو شيء من هذا القبيل، في الغالب يكون هناك تحضير لعمل عسكري أو تصعيد عسكري على المنطقة. في ضوء المؤشرات، هل تتوقع أن ثمة تصعيدا عسكريا على الأبواب، على أبواب الريف الشمالي لحمص بعد الغوطة الشرقية؟ طبعا نظام هذه العادة يقوم بها بكل منطقة، ولكن ريف حمص الشمالي له خاصية غير بقية المناطق. ريف حمص الشمالي اعتاد الكثيرون على البطولات التي قام بها الثوار، وخصوصا يعني معركة حرب نفسه ومعركة تير معلي، وثلاث محاولات تقدم من قبل النظام والاحتلال الروسي ولو لشبر واحد، فكانت النتائج وخيمة وقتلهم بالعشرات وبالمئات. كانت الضريبة كبيرة جدا لمجرد التفكير والدخول لريف حمص الشمالي. ريف حمص الشمالي طبيعة الأرض، الجغرافيا، الثوار المقاتلون، الفصائل العسكرية تختلف تماما عن أي منطقة أخرى.
نعم، يعني بصراحة أستاذ باسل قيل هذا الكلام كثيرا حينما تعرضت كل منطقة لتصعيد عسكري، قيل نفس الكلام، وفي النهاية مع الأسف الشديد شهدنا سقوط الكثير من هذه المناطق. اليوم بالنسبة للفصائل العسكرية في الريف الشمالي، هل تعلمت من الدرس؟ تعلمت من درس الغوطة الذي يعني لا يزال قائما على أقل تقدير، وهل ثمة خطوات باتجاه التوحد أو التنسيق بالشكل الذي يعني يمكن هذه الفصائل من الدفاع عن الريف الشمالي كما ينبغي؟ طبعا في مساء الخميس الماضي تم تشكيل من قبل الفصائل المعارضة، طبعا نسميهم طبعا وما هم إلا تسمية الجيش الحر الذي دائما هو المفصل الأساسي في عملية التحرير والبقاء، هي هذه الفصائل مخولة في عملية تفوق الريف الشمالي محافظة حمص وريف حماة الجنوبي. نعم. قامت على تشكيل قيادة عسكرية عليا للمنطقة الوسطى، وطبعا اجتماع حضره كل من قياديين وممثلين عن الفصائل المعارضة من فيلق الرابع والجيش التوحيد وفيلق الشام وحركة تحرير الوطن وجيش العزة وجيش حمص وغرفة عمليات حولة، كلها ضمن قيادة عسكرية للمنطقة الوسطى. طبعا تم من خلال اتفاق على تشكيل القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى وتشكيل مجلس شورى وتعيين قائد عسكري. طبعا تشكيل القيادة العليا للمنطقة الوسطى جاء ردا على ما تم خلال الفترة الماضية منذ أسبوع وأكثر حول ما أشيع عن موضوع بعد سقوط غوطة منطقة معينة، أو طبعا هي عملية استعداد وهذا يدخل في العمل العسكري لتوحيد الجهود العسكرية. طبعا القيادة العسكرية هي قيادة عسكرية محصورة حصرا من خبر الضباط المنشقين، وكانت طبعا هذه القيادة العسكرية تقوم وتقطع الطريق على أي شخص يقوم بعملية تفوق ريف حمص وحماة. طيب سيد باسل، يعني كما شاهدنا ونشاهد دائما أن نظام الأسد ينفرد بكل منطقة على حدة ويحاول أن يحيد باقي المناطق على الأقل مرحليا حتى ينتهي من المنطقة المنشودة بالنسبة له في هذه المرحلة، هناك الآن أقوال أو أحاديث أو شائعات تتحدث عن أن درعا هي وجهة نظام الأسد المقبلة، هل تتوقع أن يعني يتم تحريك الجبهات حتى وإن كانت تلك المناطق هادئة نسبيا كجبهة ريف حمص الشمالي لتخفيف الضغط كذلك عن درعا وتفويت يعني فرص النظام في الانفراد بكل منطقة على حدة طالما أن النظام يأتي على كل منطقة بعد أن يتخلص من منطقة؟ طبعا أستاذ محمد، الثورة دائما يوجد فيها مطبات، تعلمنا الدرس من ما حصل في الغوطة. صراحة القيادة العسكرية بعد تشكيلها ضمن هذه القيادة أخذت على عاتقها أن ليس أن تبقى كل منطقة على حدة ويتم النظام بقضم كل منطقة لوحدها، أكيد سيكون هناك ردات فعل من قبل ريف حمص الشمالي وليس فقط درعا أو دير الزور أو حتى بريف إدلب أو في حلب. التوقع هناك دائما من ريف حمص الشمالي عاصمة الثورة التي قدم الكثير وستقدم من أجل الثورة السورية، أكيد هناك ردات فعل حقيقية وإيجابية فيما لو تم لا سمح الله محاولة ولو تقدم في مناطق درعا. نعم أستاذ باسل، يعني رغم كل شيء ورغم الحصار المفروض على الريف الشمالي لمحافظة حمص منذ سنوات، إلا أن الريف الشمالي صمد حتى هذه الفترة، هل تعتقد أن الطبيعة الزراعية للريف الشمالي لحمص يعني أسهمت في صمود الريف الشمالي، وما عوامل صمود الريف الشمالي إجمالا برأيك؟ الريف الشمالي يعتبر مساحة جدا كبيرة مقارنة مع بعض المناطق المحررة. ريف حمص الشمالي هي يعتبر من أكثر المناطق ذو خزان زراعي كبير، مناطق زراعية تعتمد على الزراعة، طبيعة الأرض والجغرافيا تساعد كثير الثوار في عملية التحرك، الجبهات واسعة وكبيرة، لنا نقاط ارتكاز وقوة ضمن الريف على خطوط تماس مع النظام. طبعا نقاط القوة تعتبر بالنسبة لريف حمص الشمالي مهمة جدا وهي أكثر من عدة نقاط، القرى الموالية، بعض النقاط طريق سلامية، يوجد عندنا المحطة الحرارية، طبعا عندنا عدة أماكن يمكن استهدافها في حال لو فكر النظام. عداك عن موضوع حتى لو كان هناك حصار
فالمنطقة التي نعيش نحن فيها هي منطقة زراعية. تعودنا سابقا في عام 2013-2014 عندما أغلقت كافة المعابر الإنسانية، أكيد كان هناك جوع وكان هناك حالة من الحصار، ولكن الاعتماد على الذات من خلال الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية كان جدير أن يبقينا صامدين. وطبيعة أهالي ريف حمص الشمالي لهم طبيعة تعتمد على هذه الأرض، وكما ذكرت نقاطه عدة في حال تم أي عملية من قبل النظام، ومعارك كما ذكرت سابقا تشهد لريف حمص الشمالي في عملية التصدي والقتال وقتل النظام كما ذكرت بالمئات في كل مرة يحاول فيها النظام التقدم نحو ريف حمص الشمالي. نعم، مدير مكتب وكالة قاسيون بحمص السيد باسل عز الدين، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الرستان. في سياقات عربية تبدو متسقة تبشر بعودة بشار الأسد إلى حكم سوريا شاء من شاء وأبى من أبى، يتجاوز لبنان المختطف جانب التصريحات الرسمية وشبه الرسمية المتململة من اللاجئين السوريين على الأرض اللبنانية إلى الاستمرار في تنصل الدولة من واجبها الإنساني والأخلاقي تجاههم، فضلا عن سعي بعض أطرافها المهيمنة إلى إرغامهم على العودة طوعا أو كرها إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في حمص والقصير. وينضم إلينا الناشط الإعلامي حسين أبو علي. أهلا بك سيد حسين معنا في هذه الحلقة. قبل الخوض في تفاصيل ما يحاك للاجئين السوريين في لبنان وفي إرسال اللبنانية على وجه التحديد، تتجدد مناشدات اللاجئين السوريين في مخيمات إرسال في كل فترة للبحث عمن يدفع إيجار تلك الأراضي التي أقيمت عليها هذه المخيمات، وإلا فسيتم طردهم من تلك الأراضي في ظل تنصل الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها الإنسانية، وإلا من يتحمل هذا الوزر الأخلاقي والإنساني؟ نعم أخي الكريم، هذا الأمر نسمعه كثيرا من بلدة عرسال لبنانية ومن اللاجئين القاطنين داخل المخيمات. أخي الكريم، السبب هو أن مخابرات الجيش اللبنانية التي تتمركز بحاجز المعروف بحاجز لبوي عند قدوم أي منظمة تحاول الدخول إلى بلدة عرسال يكون الضابط المناوب على الحاجز يخبر المنظمة بأن هناك داخل عرسال يوجد إرهابيين. مع العلم هذا الأمر كان قبل خروج الدفعة التي خرجت في الشهر التاسع إلى الشمال السوري، ولا يزال إلى الآن يقوم هذا الحاجز بهذه الفتنة التي تبعد كافة المنظمات عن وتمنعهم من دخول بلدة عرسال. ثانيا، الأمم المتحدة قامت فوضية الأمم بإقام إنشاء مكتب داخل بلدة عرسال، وهذا المكتب اقتصر فقط على فصل اللاجئين. أقيم هذا المكتب لمساعدة اللاجئين، ولكن هذا المكتب اقتصر فقط على فصل اللاجئين من فوضية الأمم، وكان هذا المكتب جاء لرفع وكان هذا المكتب جاء لرفع من حدة المعاناة من اللاجئين وليس لمساعدتهم. فالوزر الأكبر على المخابرات الجيش اللبناني وعلى مفوضية الأمم المتحدة. نعم سيد حسين، دعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون لإخراج اللاجئين السوريين من لبنان وإعادتهم إلى سوريا حتى دون انتظار حل شامل أو حل سياسي شامل في سوريا، في أي سياق يمكن أن تفهم هذه الدعوة؟ أخي الكريم، جميعنا يعلم أن الأوضاع داخل سوريا مرتبطة في لبنان،
كون الدولة اللبنانية هي جزء من النظام الأسدي السوري. أخي الكريم، عند سقوط أي منطقة في سوريا يزداد من معاناة اللاجئين، فجاء هذا الخطاب من ميشيل عون الرئيس اللبناني بعد تدهور أوضاع الغوطة وتقدم الجيش النظام في منطقة الغوطة، فهذا النداء كدليل كرسالة إلى النظام السوري بأن نحن ما زلنا معكم وليس مع المعارضة. نعم. هذا هو مفهوم الرسالة التي وجهه ميشيل عون إلى النظام السوري وليس إلى المجتمع الدولي، إنما كان من رئيس الدولة اللبنانية إلى رئيس الدولة إلى المجرم القاتل بشار الأسد. نعم. ثمة حديث سيد حسين عن اعتقالات تعسفية ضد اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية، ما دوافع هذه الاعتقالات؟ وهل يمكن أن تندرج في إطار الضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا؟ نعم أخي الكريم، موضوع الاعتقالات كما قلت لك سابقا أنها مستمرة، وعمليات المداهمات من قبل مخابرات الجيش لازالت مستمرة داخل مخيمات عرسال للاجئين السوريين. فمنذ ما يقارب 3 أيام داهموا منطقة وراء الجفر واعتقلوا ما يقارب 5 شبان من منطقة القلمون بحجة تواصلهم مع تنظيمات إرهابية. أخي الكريم، في السابق كانت التهم تزج بسببها الشبان السوريين بأنهم هم من التنظيمات الإرهابية، فتغيرت التهمة الآن إلى من عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي إلى التواصل مع تنظيم إرهابي. فخروج الفصائل المسلحة من جرود عرسال وجرود القلمون لم يثني الشبان السوريين من قبضة المخابرات اللبنانية. نعم. كما قلت لك، الدوافع هي للضغط على اللاجئين للقبول والرضوخ للنظام السوري وللمصالحة التي يدعونها بالمصالحة الوطنية. نعم. بالحديث عن المصالحة الوطنية، هناك حديث عن دور لما يسمى لجنة متابعة شؤون اللاجئين في قيادة عملية المصالحة بين قوسين يعني إجبار أهالي المخيمات إلى العودة إلى حمص والقصير، ما صحة هذا الأمر وما حيثياته؟ الكريم، في هذا الموضوع هناك التباسات كثيرة، فمنها أولا عندما شكلت اللاجئين السوريين من بعض المثقفين الذين يدعون أنهم مثقفين وممثلين للحكومة المؤقتة، كمدير مكتب التربوي خالد رعد التابع، مدير مكتب لبنان التابع للحكومة المؤقتة، هذا تابع لوزارة التربية التابع للحكومة المؤقتة، قاموا بإنشاء لجنة متابعة شؤون اللاجئين فتحولت إلى لجنة مصالحة، فقامت بالتنسيق مع حزب الله بالجلوس لإعادة الناس إلى مدينة القصير وإلى مدينة حمص بمصالحة وطنية كما يدعون. نعم، تم اعتقالات ومداهمات إلى الآن، مخابرات الجيش اللبناني تقوم بالدخول إلى المخيمات واعتقال الشبان اعتقالات تعسفية نتيجة للضغط على اللاجئين للقبول بالدخول إلى مدينة القصير عبر مصالحة كما يدعونها بالمصالحة الوطنية، ونحمل هذه المسؤولية للحكومة المؤقتة ولوزير التربية التابع للحكومة المؤقتة على تعيين خالد رعد مدير مكتب التربوي ووجوده في لجنة المصالحة التي تنسق مع حزب الله والتي تضغط على اللاجئين، وبهذا الدليل يكون الحكومة المؤقتة ضد الشعب السوري وليس معه. نعم. بخصوص النقطة التي أشرت إليها سيد حسين بخصوص تورط بعض الشخصيات المحسوبة على الائتلاف الوطني أو الحكومة المؤقتة في عملية الضغط على لاجئي إرسال، أؤكد هنا أننا يعني أو أن شاشتنا مفتوحة أمام من ذكرت لتوضيح الموقف من هذا الأمر. أنا أشكرك على كل حال جزيل الشكر الناشط الإعلامي حسين أبو علي، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الحلقة من برنامج هنا حمص، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.